السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي العلوم للصف الرابع الابتدائي، عندي حل مراجعة الدرس الأول صفحة 125. الفكرة الرئيسية، أولا كيف يتكون الوقود الأحفوري؟ طبعا يتكون من بقايا كائنات حية عاشت منذ آلاف السنين عندما تتعرض إلى حرارة وضغط شديدين، وتتأثر من بقايا كائنات حية بالضغط والحرارة الشديدين لطبقات الأرض واللي تحولت إلى الوقود الأحفوري. المفردات، ثانيا ماذا أسمي كل من يستخرج من باطن الأرض وينتج طاقة؟ يسمى بالوقود الأحفوري. ثلاثة، ماذا أصنف الكائنات الحية والماء والرياح كمورد للطاقة؟ مورد طبيعي متجدد. أربعة، ما أثر احتراق الوقود الأحفوري في البيئة؟ احتراق الوقود الأحفوري، هنا يعني تكتبون احتراق الوقود الأحفوري بهذه إرشادات النص، أما الاستنتاج تكتبون تلوث البيئة بسبب انبعاث غازات سامة. التفكير الناقد، خمسة، لماذا يجب ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري في المنزل؟ وذلك لأنه مورد طبيعي غير متجدد يحتاج إلى آلاف السنين حتى يتكون. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. سادسا، أي من المواد لا تنتمي إلى مجموعة الوقود الأحفوري؟ الغاز، لو النفط، لو الماء، لو الفحم الحجري؟ الماء. سبعة، ما أفضل نوع وقود يستعمل في الطهو؟ الخشب، لو الفحم الحجري، لو الغاز المسال، لو الكيروسين. الجواب الصحيح هو جيم، الغاز المسال. لهنا ويخلص درسنا، وإن شاء الله التوفيق.